حياكم الله مشاهدين الكرام، وشكرا لمصطفى ستار على ما تفضل به من معلومات حول النشرة الجوية. إذن كثير من الأماني اليوم هي معلقة على حبال الأمل، ونسأل الله تعالى أن يقضيها لنا ولكم. أكيد هي الأمنية اللي تفرحنا جميعا وتثلج قلوبنا هي ظهور إمام زماننا القائم المنتظر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن اليوم احنا نريد نعرف أمنياتكم الشخصية، ما هي أمنياتكم في العام المقبل وإحنا بداية يوم جديد من السنة الجديدة؟ وإن شاء الله يا ربي قبل ما نقرأ هذه التعليقات كل أمنياتكم الله إن شاء الله يحققها بحق محمد وآل محمد. قبل ما نقرأ التعليقات آني وليلى، وضمن فقرة سؤال التفاعل والسؤال اللي طرحناه، ما هي أمنيتك في العام المقبل؟ خلونا نذهب مع زميلنا كرار الحمداني ونستمع ونشاهد آراء المواطنين وأمنياتهم، وثم لنا عودة. الزميلات تحية طيبة لكم وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير، كما أحيي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية بجولة صباحية جديدة لبرنامج صباح كربلاء. أحبتنا المشاهدين، نبدأ جولاتنا بهذا العام، ننطلق بالتفاؤل والأمل والأمنيات، ونسأل الله أن يحقق جميع أمنيات المجتمع بصورة عامة، وأن يعم الأمن والأمان على العراق والعراقيين. سادة المشاهدين، سؤال جولتنا لهذا اليوم، ما هي أبرز أمنياتك؟ أحبتنا المشاهدين تعالوا معنا لنتعرف على طبيعة الأماني. طبعا أمنياتي لحسب العام الجديد، طبعا بداية بارك العراقيين قدوم هذا العام الجديد، وإن شاء الله يكون عام الخير والسرور والأمان. أما أمنياتي صراحة العامة بالبداية هي أكيد لازم تكون في خدمة المصلحة العامة للبلد. أول شيء هو أنه يحل الأمن والسلام، خصوصا أنه لازم نفهم جيدا أنه قواتنا المسلحة الآن يخوضون معارك لبقايا داعش الإرهابي في كل مكان، فلازم أمنياتنا تكون واهتمامنا هو دعمهم وإسنادهم بكل القدرات اللي متواجدة عندنا. أما أمنياتنا الأخرى هي التطور على المستوى الصحي للبلاد، والتطور على المستوى الاقتصادي، وأيضا رفع المستوى التعليمي للبلاد بشكل عام لكي يوازي باقي الدول. أما أمنياتي الخاصة على المستوى الشخصي فهي بالتأكيد إكمال جامعتي والوصول إلى أقصى مستوى طبعا في مهنتي طب الأسنان، من أجل مساعدة الآخرين ومن أجل أيضا المساهمة ولو بالشيء القليل في الواقع الصحي للبلد العراق. فنتمنى إن شاء الله عام جميل مملوء بالسعادة والسرور على عوائلنا الكريمة، وكل شكر جزيل لقدومكم لهذا اليوم، وشكرا لقناة كربلاء على جهودها المبذولة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله تكون سنة خير على العراقيين أجمع، إن شاء الله نشوف الكلية بواقع أجمل من خدمات من ترتيب، وإن شاء الله النجاح، أتمنى النجاح لي ولزملائي في الجامعة، وأمنيتي إن شاء الله أكمل وأكمل ماجستير ودكتوراه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء هي الأمنية الأساسية والأولى كل عراقيين هو أن يعم الأمن والسلام والأمان للعراق أجمعين، ونشوف بلدنا يزدهر ويتطور حال حال بلدان البقية أو بلدان الخليج يعني بصورة خاصة. وأمنية كخاصة إحنا كشباب وكطلاب جامعة، أمنيتنا الوحيدة هو أنه من نكمل دراسة أنه نلقى فد ثمرة لجهودنا. أمنيتي أن يعم الأمن والأمان على البلد والاستقرار ويزدهر حال حال البلدان البقية، ونريد بنى تحتية كاملة للبلد ومشاريع وكل النواحي اللي لازم تهاي تتطور. ويعني كل إنسان له أمنية خاصة وأمنية يعني أمنية عامة، إحنا الحمد لله وشكر نقول أمنيتنا العامة أنه تحققت أحلام إخواننا المحاضرين والمحاضرات وأخواتنا بتعيينهم، واحنا العراق كله فرحان لهم ان شاء الله. نعم سادة المشاهدين، كثيرة هي الأماني ولكن أبرزها هي لحفظ العراق والعراقيين، هكذا ما قاله الطلبة
عن أبرز الأمنيات التي يسعوا إلى تحقيق هذه الأمنية، هي لحفظ العراق والعراقيين وأن يعم الأمن والأمان على شعبنا الكريم. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة، هذه عودة إلى استوديو البرنامج.